تودروس، ورسالة توضيحية من الآباء والأساقفة حول ما يتردد حول سيمينار المجمع المقدس وما يقدمه الإعلامي جرجس قدسي اليوم السابع أونلاين. سلاما وبنيانا لبيعة الله المقدسة الجامعة الرسولية، أمين. نعم، هناك قائمة بأسماء آباء وأساقفة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفعوا مذكرة يعترضون فيها على أسماء بعض المتكلمين في المجمع المقدس، سيمينار المجمع المقدس الشهر المقبل. ونود أن نوضح الآتي: نحن جميعا نكن كل المحبة والاحترام لقداسة البابا ولأبينا صاحب القداسة البابا تودروس الثاني. ليس لدينا أي معرفة عن مصدر هذه